الاهتزازات الكاملة في الثانية الواحدة. نعم، الزمن الدوري هي عدد الدورات على زمنها. فهنا يقول لي عدد الدورات في الثانية الواحدة يسمى هذا ماذا؟ الزمن الدوري. عندكم القانون فوق في الأعلى موجود عندكم، التردد هو عدد الدورات على زمنها، عفوا الزمن الدوري زمن الدورات على عددها. معلش بس أنا شوية عكست. الزمن الدوري هو زمن الدورات على عددها، ولذلك عدد الاهتزازات الكاملة في الثانية الواحدة إيش هذه؟ العكس، عكس التردد، عكس الزمن الدوري ماذا؟ التردد. ممتاز، التردد. إذن الجواب هو أساسا من تشوفون عدد اهتزازات تعرفون أنه إيش؟ الفايبريشن أو الفريكوانسي، التردد. ها؟ طيب سؤال 21، تنتقل موجة سرعتها، نعم بس أبي أعطيكم علاقة معينة إذا ممكن بس قبل أن نبدأ. العلاقة ما بين طول الموج والتردد هي علاقة عكسية، ولكن يشترك ما بينها السرعة. يعني إذا بحسب التردد طول الموج من التردد، أحط السرعة قسمة التردد. نفس الشيء التردد لما أجي أحس لمدة، وإحنا أخذناها في، يمكن أخذته في ثالث ثانوي، يمكن سرعة الموجات الكهرومغناطيسية هي سرعة الضوء، صح؟ مثلا الكي واحد، كيف أحسب سرعة الصوت مثلا الطول الموجي؟ كيف أحسب التردد؟ ينحسب بهذه الطريقة. طيب نرجع للسؤال هنا، قال لي عندي سرعة وعندي تردد، أبغى أحسب الطول الموجي، كم عدد الاهتزازات عفوا وترددها 4 هرتز في الهواء، كم عدد الاهتزازات في الثانية الواحدة؟ ها ممتاز، 4. انتم عارفين ايش الهرتز؟ الهرتز الوحدة الهرتز انتم عارفين ايش هي؟ عبارة عن دورة في الثانية، واحد على ثانية، او اقدر اكتب ثانية اس ناقص واحد، هذا الهرتز، فهي 4. ممتاز. 22 من النساء، موجة زمنها الدوري، هذا الزمن الدوري، وترددها، ما ترددها، يبغى يسأل عن التردد. ها 1/10، ممتاز، 1/10. ايش الخيار اللي موجود؟ A ولا B ولا C ولا D؟ A، هذا 1/10، هذه 1/10، تمام؟ طيب 23 شباب، الطول الموجي للضوء الأخضر الذي يبلغ تردده، هذا التردد يعادل بوحدة المتر، علما بأن سرعة الضوء هذه. أنا أبغى أحسب الطول الموجي، أيوة، في على اف. طيب الفي مين عندي؟ الفي سرعة الضوء اللي هي 3 ضرب 10 أس 8. هنا ايش احط؟ 5.7 ضرب 10 أس 14. نقدر نطرح الأسس. طيب هذه 5.7 اعتبرها ايش تقريبا؟ نقربها الى اي عدد؟ 6. ممتاز، في نقربها الى 6، فنقول لو رقينا العشرة هذه فوق تصير، يعني مثلا هذه اشطبها مع هذه، نقول تقريبا هي عبارة عن 2، وهذه 10 أس 8 ضرب 10 أس 14 بالسالب. يلا اجمعوا لي 8 زائد ناقص 14، ها ها 10 أس ضرب 10 أس سالب 6، صح؟ 1/2 يعني ايش معناها؟ نص.
طيب أنا بقدم الفاصلة، يعني يصير 5 ضرب 10 أس سالب 7، صح؟ وين الجواب اللي موجود هنا؟ أي نعم، أي واحد إن شاء الله وليه. القانون لحساب التردد هو عبارة عن مقلوب الزمن الدوري، عبارة عن 1/10، هو عبارة عن 0.1. تمام؟ طبعا النص يكتب 0.5. انا بس ابي انبهكم ان في بعض الارقام انا اجبرها على اساس ان ما عندي آلة حاسبة وما عندي وقت، فاقربها للرقم اللي انا ابغاه على اساس اسرع في الحساب. طيب عندما تبث محطة راديو موجة طولها الموجي، فكم ترددها؟ يبغى يسأل عن التردد وهذه السرعة. مين يحل معاي، شباب ولا البنات؟ شباب تفضل. التردد يساوي السرعة على الطول الموجي. إذن السرعة كم؟ 3 ضرب 10 أس 8 على 2.87 تقريبا، ها؟ 3. طيب روحت الثلاثة مع الثلاثة، شو يبقى عندي؟ يبقى 1 ضرب كم؟ شو يبقى عندي؟ لو قربت هذه إلى الثلاثة المقام، 1 ضرب 10 أس 8. لأن لو كانت هذه 3 راح أحط مع الثلاثة بالأعلى، صح؟ يبقى 10 أس 8، صح؟ لا، إذا ما فاهم قل لي. بالنظر، ممتاز بالنظر، لأن هي 3 على 3 لو شطبناها يبقى 10 أس 8 فقط. إذا 1 ضرب 10 أس 8، بس ليش زايد 0.4؟ لأن هذا رقم ناقص اللي تحت. تمام؟ بس تقريبيا هي صحيحة كذا، 10 أس 8 وهذه 2.87. يلا اللي بعده. الآن النساء، موجة صوتية ترددها اف قطعت مسافة 150 متر خلال نص ثانية، كم طولها الموجي بوحدة المتر؟ كم طولها الموجي بوحدة المتر؟ أيوة نطلع السرعة، ممتاز. ها نساء كيف الفكرة؟ السرعة يساوي إيش؟ المسافة على الزمن يساوي ماذا؟ كم المسافة؟ 150 على نص، 2 ترقى في الأعلى، المقام باسط، شو يصير؟ 300 متر لكل ثانية. طيب الآن نحسب الطول الموجي. الطول الموجي يساوي السرعة على F. السرعة كم؟ 300 على تردد 300، كم يساوي؟ 1. ممتاز. الأونلاين الآن، ركزوا معي بس المعلومة وجاوبوا على هالأجوبة. الموجة الموقوفة أو المستقرة، الموجة الموقوفة تصير هي موجتين تتقابلان متعاكستين، تصير كأنها موجة واقفة لا تتحمل، كأنها ما تتحرك. تشوفون في بعض المقاطع لما ينزل الماء يصير كأنه ثابت ما يتحرك، كأنها صورة ثابتة، ولكن لما يحط يده ولا حاجة في الماء يشوفها يتحرك. هذه لأن بسبب الموجة الموقوفة، أنها متكررة ومتعاكسة في الاتجاه، يعني متكررة. الموجة الموقوفة تظهر واقفة وساكنة وتتولد نتيجة تداخل الموجتين تتحركان في الاتجاهين متعاكسين. نعم، وتكون هنا دائما فيها، يكون فيها مثلا عدد البطون أكثر من عدد العقد، راح نتكلم عنها بعد شوي هذه. طيب الموجة الموقوفة متكونة في حبل أو نابض يكون فيها عدد العقد أكبر من عدد البطون، يعني عدد العقد يساوي البطون زائد 1. ممتاز، زائد 1، البطون زائد 1. الطول الموجي للموجة الموقوفة ضعف المسافة بين عقدتين متتاليتين أو بطنين متتاليين، ضعف المسافة. ها
ضعف المسافة بين عقلتين متتاليتين أو بطنين متتاليين. طيب خلينا نحل السؤال أونلاين، جاوبوني، تنتج الموجة الموقوفة من تراكم موجتين متعاكستين ولا متوازيتين ولا متعامدتين ولا في مستويين مختلفين؟ متعاكستين. متعاكستين، ممتاز. الآن النساء، في الشكل والذي يمثل موجة موقوفة فإن A واحد تدل على قاع واثنين تدل على قمة، واحد تدل على عقدة واثنين تدل على بطن، واحد يدل على بطن واثنين يدل على عقدة، ولا واحد يدل على قمة واثنين يدل على قاع؟ نعم تفضلي. ها؟ واحد عقدة واثنين بطن. ممتاز، واحد عقدة واثنين بطن. سؤال لكم، ما قدرنا نجاوبهم الاونلاين، انا ودي تجاوبون هالنساء. السؤال الثاني 28، المسافة بين A و B في الشكل يمثل، ها، هل هو ربع طول موجة ولا ثلث طول موجة ولا نصف طول موجة ولا طول موجي واحد؟ ليش طول موجي واحد؟ ها، من نفس الموقع صح؟ ممتاز، من نفس الموقع، يكمل دورة كاملة، يكمل دورة كاملة، يعني كان هنا، لاحظوا أنا برسمها ورجع إلى نفس الموقع في الموجة الثانية، ها، هذه موجة وهذه موجة، هذه قمة وهذه قمة. لو كملنا الرسمة، هذه نفس هذه، لو كانت هنا نفس الشيء، لو كانت هنا تكون هنا. واضح؟ إذا طول موجي